إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لما أقول لك إن رمضان بعد أيام، يا ترى اللي بيحصل في قلبك إيه؟ يا ترى رد فعلك من جواك من أعمق أعمق قلبك إيه؟ طب لو قلت لك انك انت بعد 3 ايام، بعد 72 ساعة هيجي لك 1,000,000 جنيه، هيحصل لك ايه؟ لو قلت لك انك انت بعد 72 ساعة جاي لك عريس، هيحصل ايه؟ لو قلت لك ان انت بعد 72 ساعة هتتجوز او هتتقدم او هتخطب، هيحصل لك ايه؟ الحدث الاخطر من اي حاجة يا اخواني، في خلال 72 ساعة باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هنكون في شهر رمضان باذن الله. ده لقاء الحبيب بالحبيب، الحبيب اللي بقاله 11 شهر فارقنا، اللي ما بيجيش في السنة غير مرة واحدة. لو الوزير او حد فينك ومنه كل سنة مقابلة، بتفضل تكتب الطلبات اللي انت عايزها منه من السنة للسنة. يا ترى يا جماعة ده لقاء الحبيب بالحبيب، وده الشوق الصادق لرمضان. اخواني في الله، بدأ العد التنازل الخطير، بدأت الاستعدادات النهائية لشهر رمضان. كعب بن مالك لما تخلف في غزوة تبوك بيقول، بيحكي قصة تخلفه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول: وكنت انزل الى السوق كل يوم وارجع ولم اشتري شيئا، لا جبت السلاح ولا جبت السيوف ولا جبت اي حاجة، واقول انا قادر على ذلك ان شئت، وقت ما احب اجهز هجهز، وقت ما احب الحق بالنبي الحق عليه الصلاه والسلام، انا قادر على ذلك ان شئت. الكلمه اللي بتضيع اي حد يقولها يا جماعه، الكلمه اللي بتخليه يخسر الموقف اللي هو فيه. انا قادر على التراويح ان انا اقف 3 ساعات كل ليله ان شئت، انا قادر ان انا اختم المصحف كل 10 ايام ان شئت، انا قادر ان انا اصوم 30 يوم واعتكف العشره الاول ان شئت. يا جماعه مش عايزين نعيش في الوهم، عايزين ندخل رمضان واحنا مقدرين قيمة رمضان، عايزين ندخل رمضان واحنا مفتقرين الى فتح الله. اوعى تبقى زي رماة احد لما شافوا الغنيمة سابوا الجبل ونزلوا، اوعى تنزل من على جبل رمضان لو شفت اي غنيمة، اوعى اي غنيمة تلفتك من على جبل رمضان، اوعى جبل الاعمال الصالحة الشاهق اللي انت هتبقى عليه، لو شفت اي دنيا عارضة او اي شهوة عارضة تنزل من على جبل عشانه. عايزين نبقى زي الجيش لما قائد الجيش يقول للجنود: جنود انتباه، كله يقف انتباه. رمضان جاي يقول لأمة محمد: أمة محمد انتباه، كله يقف انتباه. عبد الله بن حذافة السهمي لما الروم أصاروه ودخل على ملك الروم، فملك الروم قال له: تنصر وأعطيك، لما عرف أنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: تنصر وأعطيك نصف ملكي وأشركك في النصف الآخر. قال له: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك على أن أترك ديني طرفة عين ما تركته. أنا عايزك تقول في رمضان، أنا عايزك تقولي في رمضان: والله لو أعطيتني ملكك وملك الدنيا كلها على أن أترك مصحفي في رمضان طرفة عين ما تركته. إخواني في الله، أنت عارف لو انطلقت في رمضان هتفوز بإيه؟ انت عارفة لو ضيعت رمضان هتندمي قد ايه؟ ضيعت رمضان، اللي بيضيع صلاة من الصلوات لما بيصليها فتقذف في وجهه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. انا خايف على كل واحد ضيع رمضان، خايف على كل واحد استهترت برمضان، خايف على كل واحد معرفش قيمة رمضان، ان رمضان لما يضيع منه رمضان يقول له في الاخر: ضيعك الله كما ضيعتني. كأن بكل ممثل مثل تمثيلية في رمضان، بكل مغني غنى اغنية في رمضان، بكل واحد فتح قهوة في رمضان، بكل واحد راح يعيش في المصايف وسط بيئة الغفلة في رمضان، كأن برمضان بيقول لهم: ضيعكم الله كما ضيعتموني ان لم يتب الله على امة محمد جميعا. ربنا يقبلنا جميعا على مكان منا، ويغفر لنا جميعا على مكان منا. اخواني في الله،
انت عارف هتندم قد ايه لو ضيعت رمضان؟ يا ولها اللي تبرجت في رمضان، يا ندمها لما تشوف يوم القيامه ضيعت ايه لما ضيعت رمضان. يا جماعه الواحد بيتعجب من الحال اللي قاعدين في المصايف دلوقتي بيفطروا او هيفطروا مع انغام المعازف واخر الالبومات ويتسحروا يعني وسط الاختلاط والبلاجات عايشين في بيئه غفله في اخطر موسم يقظه، رايحين يعيشوا في بيئه الغفله بيضيعوا نفسهم ولا ايه؟ بيستهتروا بموسم رمضان ازاي يا اخواني؟ ازاي؟ كان امبارح عندي درس بجانب احد المصايف، سبحان الله كل دول رمضان بعد 72 ساعة وهم مرابطين هنا وهم قاعدين هنا. نسأل الله العافية. انت عارف لو انطلقت في رمضان هتفوز بايه اخواني؟ الريان يناديك، الريان يناديكي، الريان بكل اصناف النعيم اللي فيه بيناديك، الريان بكل اصناف البهجة والملذات اللي فيه بيناديكي. نداء الريان هتستجيب لي قد ايه؟ لما الريان هينادينا في شهر رمضان هنستجيب قد ايه؟ لما الريان نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عمل ايه؟ الرسول ودع رمضان بالوصال 48 ساعة ما اكلش غير بق غير شربة ماء عليه الصلاة والسلام، شغل بالله عن كل شيء، مش عايز يضيع لحظة في وداع رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ايه في رمضان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالصحابة قيام الليل التراويح، صلى بيهم من العشاء للفجر، روحوا بيتهم مش عارفين هيلحقوا اصلا يتسحروا ولا لا قبل صلاة الفجر. اخواني في الله رمضان جاي يا جماعة، رمضان جاي يحل اكبر مشاكل في حياتنا، رمضان جاي يحقق اعظم احلام في حياتنا، رمضان جاي يوصل بين قلوبنا وبين كتاب الله تاني، رمضان جاي يرجع النور لقلبك ولقلبك تاني، رمضان جاي يوصل بينك وبين ربنا تاني، رمضان جاي يثقل موازين حسناتنا تاني، رمضان جاي يصنع منا انسان جديد، رمضان جاي ينقذ الأمة من عقاب ذنوبها ومكر أعدائها. رمضان جاي يا جماعة، رمضان جاي عشان ينمي فيك عزيمة رهيبة تتصل بها بالله سبحانه وتعالى. رمضان جاي، رمضان جاي يحقق أعظم أحلام حياتنا. اسمع بقلبك معايا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أول ليلة من رمضان، يعني لسه يعني احتمال يبقى الثلاث المغرب ده أهو لو رمضان، لو الرؤية قالت إن رمضان الأربع، واحتمال يبقى اليوم اللي بعده، يعني تخيل لسه ما صلناش تراويح، لسه ما صمناش، لسه ما حدش عمل حاجة، إنما رمضان جه في الكون كله. إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. أنت عارف يعني ايه فتحت ابواب الجنه؟ لما قصر من قصور الاغنياء يبقى مقفل الابواب بتاعته احسن واحد، الفقراء يجوا بقى ورا بعضه ويتعبوك، وده عايز صدقه وده عايز مساعده وده عايز معونه. لما يجي رمضان يفتحوا باب القصر ويجيبوا حد يقرا جوه، وكل اللي عايز يدخل يدخل، كل اللي عايز يطلب يطلب، كل اللي عايز ياخد هياخد، كل اللي جاي هياخد، كل اللي جاي هيقبل، كل اللي جاي هيفوز، كل اللي جاي هيعطى. فتحت ابواب الجنه يعني ايه؟ الكل ناجح يا جماعه. عارفين لما يجي قرار لكليه من الكليات في سنه من السنين نجحوا كل الطلبه حتى اللي كتب اي كلمتين هينجح، يوم الطالب اللي مرضاش يدخل لما يشوف النتيجه يتقهر يقول يا ريتني قبلت يا ريتني دخلت. هو ده رمضان. رمضان يا جماعه كل اللي جاي هيقبل، الابواب مفتوحه، كل اللي عايز يدخل يدخل. يعني انا مش بقول لك ابواب نادي بيتدخل بكرنهات ب 30 40 الف جنيه في السنه واتقال انها مفتوحه، ولا ابواب منتجع سياحي بيتدخل برضه بتصريح واتقال انها اتفتحت. انا بقول لك ابواب الجنه اتفتحت، يعني مش بقول لك ابواب وزير، الناس واقفه ده عايز تاشيره وده عايز طلب وده عايز طلب نقل وده عايز تعيين والابواب مقفوله، وفجاه الابواب اتفتحت، كل اللي عايز ياخد تاشيره يدخل. ده انا بقول لك ابواب الجنه اتفتحت، ابواب النعيم اتفتحت، فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. كل حاجه في رمضان بتزقك لقدام، مفيش حاجه بتجيبك لورا ابدا. لو ربنا كان يريد انه يعذبك ما كانش قفل ابواب النار في رمضان. اوعى ربنا يغلق الابواب وانت اللي تفتحها على نفسك والعياذ بالله. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، وصفرت الشياطين ومرضت الجان. انت مش عارف الشياطين مبهدلاك قد ايه، انت مش عارف المشاكل اللي في حياتك مع مراتك واصحابك ونفسيتك والوساوس، كل ده بسبب الشياطين. انت مش عارف الشيطان اكتر حاجه نجح فيها ابليس انه يضيع الناس من غير ما يحسسهم انه موجود. تخيل الصلاه في رمضان من غير خنزب اللي بيوسوس،
تخيل يا اللي بتعمل معاصي سر وبتقع فيها مفيش تزيين مفيش شيطان يزين لك اصلا، ساعتها تقدر تسيب المعصية، ساعتها تقدر تخشع في الصلاة، ساعتها مفيش همزات شياطين، مفيش حد بيقلب اللي حواليك عشان يتريقوا على التزامك او يتريقوا على نقابك عشان يمنعوك منه. يا جماعة العبادة خلاص مش دول اعدائك اهم، يلا انطلق بقى ونادى منادي يا باغي الخير اقبل، يا اللي عايز تعمل طاعات ما كنتش قادر عليها قبل رمضان، رمضان هتعان هتعان يا جماعة، الامة بتطيع ربنا في رمضان طاعات الواحد بيتعجب. لو جبنا الناس اللي في الشارع دلوقتي قلنا لهم صوموا كده من بره رمضان 30 يوم وهتقوموا التراويح قيام ليل 30 ليلة وهتختموا القرآن مرة مرتين وهتعتكفوا والليل الوترية تقعدوا في المساجد، يا جماعة محدش يقدر يعمل كده بره رمضان إلا نادر. تخيلوا بقى إن الأمة كلها بتعمل كده في رمضان، مين اللي قدرهم؟ الله، رمضان فيه معونة. يا باغي الخير أقبل، الطاعات اللي ما كنتش قادر تعملها تقدر، العبادات اللي كان نفسك فيها ومش عارفة تعملها تقدري. ما تقولش لما نيجي نقول جدول رمضان ما تقولش جدول رمضان صعب وكلام، لا ده هتعان من الله. عبادات رمضان ليها طعم تاني، صيام رمضان له طعم تاني، قيام رمضان له طعم تاني. يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، يا اللي عندك ذنب زلك، يا اللي عندك ذنب منعك من دخول الالتزام، يا اللي عندك ذنب معطلك في الطريق، يا اللي عندك ذنب خرجك من الالتزام بعد ما التزمت، يا اللي عندك ذنب مقطع كبدك هتقدر تسيبه في رمضان بإذن الله. يا باغي الشر أقصر، هتعان على ترك المعاصي وذلك كل ليلة. إخواني في الله، إخواني في الله، لو ما دفعناش مهر الجنة في رمضان هندفع مهر الجنة إمتى؟ رمضان جاي حقق أعظم أحلام حياتك، ابواب الجنة 8 مفتوحة، ادخل بقى ادخل وعيش في الجنة. رمضان جاي يحل اكبر مشاكل في حياتك وفي حياتك، اكبر مشكلة في حياتك طلعتكم من النار يا جماعة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يعني ايه؟ لو جبنا برنامج وقلنا جوايزه في رمضان 100 حجة و100 عمرة الناس هتقتتل عليه، 100 حجة كل يوم 3 حجات و3 عمرات، يا اخواني كل ليلة عتقاء من النار بالالوف بل قد يكون بالملايين يا اخواني، وفضل ربنا لا حرج فيه. يعني انت عايز، انا عايزك تقدر كل مشكلة حق قدرها، في مشاكل وفي مشاكل. يعني مشكلة ان انا عايز اغير عربيتي واجيب عربية في الاوبشن، غير مشكلة ان انا عايز اجيب شقة تمليك واخلص من شقة تجار، غير مشكلة ان انا عايز اسدد شيك عليا هتحبس لو ما سددتوش، غير مشكلة ان انا هقع في جهنم لو ما تغفرليش، لو ما تعتقتش من النهر هالتهب عليا قبري والعياذ بالله، هتحرم من نعيم الجنة والعياذ بالله لو لم اعتق من النار. مشكلة النار، مشكلة النار هتعملي فيها ايه؟ الصوم جنة، الصوم جنة، جنة يعني وقاية زي درع من النار ومن الشيطان. مشكلة القبر هتعمل فيها ايه؟ للصائم فرحتان، الفرحة التانية حين يلقى ربه، يعني في القبر بتاعه قبور الصوامين افراح، قبور القبور اللي حواليه ممكن تبقى اهوال وهم قبورهم افراح. رمضان مشكلة العتق من النار ديت احنا المفروض نفضلها عمرنا كله، هنفضلها 30 يوم، هنفضلها 30 يوم. رمضان جاي يجدد العزم تاني على الطاعات تاني في حياتنا. خالد بن الوليد في غزوة مؤتة اتكسر في ايده 9 سيوف، 9 سيوف بقى ماسك صفيحة يمنية في الاخر يحارب بيها، 9 سيوف اتكسروا في ايده. انا عايزك يتكسر في ايدك في رمضان 9 سيوف وانت بتجاهد نفسك، وانت بتجاهد نفسك. المرأة اللي راحت للرسول عليه الصلاة والسلام، المرأة السوداء اللي بتصرع وتتكشف، يا رسول الله انا اصرع واتكشف، ادعو الله لي ان يشفيني، ان شئت دعوت الله لك فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنة، ادفع عمري كله صبر يا رسول الله بس تاخد الجنة. الوقت انا مش بقولك ادفع عمرك كله صبر وتاخد الجنة، انا بقولك ادفعي 30 يوم صبر وتاخد الجنة باذن الله سبحانه وتعالى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا 30 يوم في تبوك، الوقت اللي ربطوا فيه بقى حوالي 30 يوم في تبوك، استحملوا العطش والجوع والرياح، اتسموا جيش الامراء. مين جيش الامراء بتوع رمضان؟ من جيش الامراء اللي هيصبر 30 يوم بتوع رمضان؟ الصحابي اللي رمى التمرات وقال انها لحياة طويلة، من يرمي التمرات ويرمي الدنيا وينطلق على رمضان وينطلق على 8 ابواب من جنات الرحمن مفتوحين بكل ما فيهم من ملذات ومباهج؟ اخواني في الله، رمضان جاي، رمضان جاي يوصل قلبك بكتاب الله تاني، رمضان جاي يوصل ما بينك وبين كلام الله سبحانه وتعالى تاني، كلام الله، كلام الله. يا جماعة احنا يا اخواني مش قادرين نحس يعني نعمة المصحف اللي احنا ماسكينه بايدينا، نعمة المصحف. في بعض الدول
يعني بعض الناس اتسجنوا وكان يعني فيهم ناس صالحين عايزين يحفظوا القرآن مش عارفين يعملوا ايه، وفي امراض شديده جدا في الجلد بتيجي في السجون، فكان بيتصرف لهم مراهم يدينوا منها على الامراض الجلديه، فعايزين يحفظوا القران مش عارفين يعملوا ايه، بقى اللي بحافظ الصوره يكتب بالمرهم الصوره على الحيطه عشان الناس تقراها وتحفظها ويؤثروا حفظ القران على العلاج وعلى التخلص من هذه الالام. احمد ربنا ان في ايدك مصحف بتقرا فيه، احمدي ربنا ان الوقت اللي بيكلمك وبيقول لك قومي قومي عشان الجنه، مش قومي عشان حاجة هايفة، مش قومي عشان حاجة ما تستاهلش. الرجل المصور اللي قعد شهرين ليل نهار مرابط قدام بركة في غابة ليه؟ عشان السمك وهو بينط كده يصور دب وهو جاي ياكل سمكة ويلقطها وهي بتنط. قعد شهرين، شهرين 60 يوم عمال قط الصورة. انت الوقت 30 يوم عشان الجنة، ده بيتعب عشان ايه؟ وانت بتتعب عشان ايه؟ وانت بتتعب عشان ايه؟ أسهيرة أسهيرة تاكي وسهيرة اللي هو الياباني اللي عمل اول محرك موتور ياباني، قعد 17 سنة في ايطاليا يشتغل في ورشة ليل نهار عشان يصنع اول محرك، ده عشان دنيا، عشان منفعة دنيوية. امال عشان تمن تبواب من الجنة مستعدين ان احنا نعمل ايه؟ عايزين يا جماعة ندخل على القرآن بقلب يا اخواني، بقلب. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، الآية دي عملت فيهم ايه؟ ابو طلحة راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان عندي ارض امام المسجد، امام المسجد النبوي يا جماعة، يعني الوقت مكان الهيلتون ولا الابروي، يعني ملهاش تمن اصلا، يعني ما حدش يقدر يقيم تمنها. يا رسول الله وانها احب مالي الي وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله، ارجو برها وذخرها عند الله. الله الله، اغلى صدقة في التاريخ، اتبرع بحتة ارض لعل الجيل الثلاثين لقرايبه اللي اتبرع لهم بالارض دي مليونيرات لغاية الوقت بسببها. يا جماعة آية قلبت انسان هذا الانقلاب. احنا يا جماعة ساعات نختم المصاحف في رمضان ما تغيرناش، همنا ما تغيرش، فكرنا ما تغيرش، طموحنا، اهدافنا، همتنا، اخلاقنا، عبادتنا، كل حاجة ما تغيرتش. يبقى احنا عملنا ايه؟ عايزين اللي بينتكسوا بعد رمضان لو كان آية واحدة من كتاب الله دخلت قلوبهم ما كانوش انتكسوا. يا جماعة عايزين نعيش مع كلام الله. كنت واقف وراء إمام من الأئمة بيقرأ بآية من سورة النحل، قلت سبحان الله احنا ما بنخشعش في القرآن ليه؟ ما بنخشعش ليه في كلام الله سبحانه وتعالى؟ قلت سبحان الله، ما هو الوقت احنا عاملين زي طالب في كلية حقوق مثلا عايز يدرس قانون مدني وجنائي ومرافعات ومخدرات دخلوا حضروا محاضرة في كلية طب مثلا ازاي تعالج فيروس سي وازاي تعالج الايدز وازاي تعالج، هو مش قضايا، هو ماله وانا مالي بالكلام ده؟ مش هيركز، هيسرح ليه وانا مالي؟ وانا مالي؟ المسلم الوقت داخل بيفكر في الدنيا، في الشهوات، في الملذات، في المشاكل، يدخل يلاقي كتاب بيقول له ازاي توصل لربنا، ازاي ترضي ربنا. وانا يا اخواني احنا وجهتنا مش هي اهداف القرآن. هنخشع ازاي؟ هنخشع ازاي يا جماعة؟ تخيلوا لو كان اللي بيتقري في الصلاة كيف تصبح مليونير في اسبوع، يا نهار ابيض، كانت الناس كسرت بعض عشان يدخلوا الجامع، ومن اللي يقف الصف الاول عشان يسمع. يا اخواني الله تكلم، الله تكلم. يعني ايه لو دكتور مادة قال للطلبة انا هدي محاضرة قبل الامتحان؟ ده كله يقتتل عليها. لو اعظم دكتور في العالم بيعالج فيروس هيباتيتس سي وقام جاي وقال انا بعالج فيروس الكبد الوبائي دوت بتاعتي دوت، والعيانين هيسمعوا المحاضرة بتركيز شكله ايه؟ لو بيل جيتس اغنى راجل في العالم الف كتاب ازاي تحصل على ثروة عظيمة، محب المال هيطلبوا الكتاب ده ويدفعوا فيه قد ايه؟ يا جماعة في بعض اساتذة التنمية البشرية المحاضرة بتاعته بألف جنيه، محاضرة ساعة بألف جنيه، وبيدفع الالوفات والناس بتدخل عشان تسمع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يبقى اذا اخواني في الله، يعني القرآن لما الله تكلم، اصل ده خبير في المال بالجد وده خبير في التخطيط بتاع التنمية البشرية وده الحكيم الخبير تكلم، القرآن روشتات بتعالج كل مشكلة في حياتك في دينك ودنيتك واخرتك، ازاي تقرأ كده؟ ازاي نترح فيه؟ زي واحد يجي يقولك انا بخشعش في الصلاة، طب يا سيدي عايز ايه؟ اخشع ازاي في الصلاة؟ يا عم انت لو عايز تخشع هتخشع ازاي وانا قلبي بايدي؟ يا عم ربنا اداك قدرة انك لو عايز تخشع هتخشع. اقولك دليل انك انت لو عايز تخشع هتخشع، شاب واقف مع بنت 6 ساعات في ساحة الجامعة بيسرح، لا يمكن، شاب بيشيت 10 ساعات
عشر ساعات مع فتاة على النت يسرح؟ لا يمكن، لا يمكن، ما بيسرحش خالص يا اخوان. شاب بيتفرج على مباراة زي مباراة الاهلي امبارح يسرح؟ يسرح يا نهار ابيض، ده مقام المشاهدة والفناء، يسرح فين؟ شاب بيتفرج على فيلم يسرح؟ ما يسرحش، ما يسرحش. بعض اساتذة يعني كلية من الكليات كانوا بيصححوا في الورق، فالدكتور اللي بيصحح ومعاه ناس بتراجع قال لهم اتحداكم حد يطلع لي غلطة ويصحح ويديلهم الكراسات، محدش عارف يطلع له غلطة. جه أذان الظهر وقفوا صلوا الظهر مع بعض، بعد الصلاة كلهم وقفوا، هو احنا صلينا 3 ركعات ولا 4 ركعات؟ مش عارفين صلوا 3 ولا 4. في الدنيا تركيز 100%، انت لو عايز تركز هتركز، لو حبيت الصلاة هتركز، لو حبيتي ربنا بصدق اللي انت واقفة من ايديها تركزي. رمضان جاي يوصل قلبك بكتاب الله تاني، رمضان يا جماعة. بس القضية ان احنا مش عايزين نقرأ كلام الله، نقرأ كلام الله واحنا مش فاهمينه ومش عايشين، لا ده احنا عايزين نقرأ كلام الله واحنا عايشينه قوي يا جماعة، واحنا حاسينه قوي. عايزين، مش المهم يا عم 10 ختمات، المهم ان الايات تدخل قلبك، المهم انك تعيشي، المهم ان الآية تبكي منها. الآيات دي بكت عينين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآيات دي فتتت كبد صحابة رسول الله رضي الله عنهم. يا اخواني عايزين نعيش المشاعر دي، عايزين القرآن يغيرنا، عايزين نقرأ القراءة اللي تغير حياتنا وتغير كل حاجة فيها. رمضان جاي، رمضان جاي يصنع منك انسان جديد، جديد بعزم جديد يا جماعة. لازم انت بعد رمضان غير قبل رمضان يا اخواني. السؤال الاخطر مش انت هتعمل في رمضان ايه، انت هتخرج من رمضان بايه يا جماعة. رمضان ده عامل زي 30 امتحان، كل يوم امتحان، على وقت السحور تستلم ورقة الاسئلة، ها جلسة الضحى، صلوات الجماعة، الصيام بايمان واحتساب، التراويح، التهجد، القرآن، صناعة المعروف في الصدقات، الدعوة، انت بتستلم ورقة، يا ترى هتعمل فيها ايه؟ امتحان يا جماعة، رمضان امتحان يا اخواني. والامتحان ده الوقت، كل امتحان مدته ساعتين ثلاثة، مفيش وقت، محدش يضيع دقيقة. رمضان امتحان محدش يضيع في دقيقة، والامتحان بيبقى عايز تركيز، كله عايز مركز وعايز يكتب، حدش بيبص للي جنبه ابدا ابدا. اللي مذاكر بيركز في الاجابة، واللي مش مذاكر بيركز في ورق الزميل، وكله مركز، كله مركز. المفروض في رمضان كله يركز، ما تلتفتش الحاجة، ما فيش. لو تقول لي مسلسلات وانا جاي من على الطريق الدائري، احنا فين يا جماعة؟ الطريق الدائري من اوله لاخره على الجانبين اعلانات بتمثيليات رمضان في كافة القنوات، احنا فين يا جماعة؟ هو رمضان اتقلب سينما؟ هو رمضان اتقلب سينما يا جماعة؟ سبحان الله، اعلانات تمثيليات 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 على مدى الطريق الدائري من اوله لاخره. فيه يا اخوان؟ اتقوا الله، اتقوا الله، والا رمضان يقول لكم ضيعكم الله كما ضيعتموني، ولا رمضان يقولوا الاهل هذا الهراء. النهارده يعني ادخل مكان يعني مشاوير، ادخل مكان تلاقي سبحان الله العظيم شغالين مثلا ايه، قناه كلها تمثيلات 24 ساعه. قلت سبحان الله، ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قاعدين يعرضوا تمثيليات، الناس ما تروحش للدين وخلاص، اي حاجه، اي عناوين، اي قصص، اي سيناريوهات، المهم الناس ما تفوتش لدين ربنا سبحانه وتعالى. ايه رمضان امتحان، عايز تركيز، تركيز، كله تركيز. الامتحان بعد ما بتخرجي منه بثانيه واحده، لو اكتشفت غلطه عايزه تصلحيها ما عادش ينفع. رمضان ندمت على اللي فات، هتندم فين يا حبيبي؟ خلص رمضان اللي جاي بقى ان شاء الله وعليك خير. امتحان يا جماعه بيبقى اسئله، الاسئله بتاعته مش مستوى واحد، اسئله صعبه واسئله سهله، اللي عايز يجيب تقدير لازم يجاوب على كله. يا ترى هتعمل ايه في سؤال جلسه الضحى؟ يا ترى هتعملي ايه في سؤال التهجد؟ يا ترى هتعمل ايه في سؤال ختمات القران؟ يا ترى هتعملي ايه في سؤال صنائع المعروف والصدقات والاطعام؟ يا ترى هتعمل ايه في سؤال الدعوه الى الله؟ يا جماعه في اسئله نجاح وفي اسئله تقدير، كل امتحان كده اسئله التقدير، 30 جلسه ضحى بتوع تقدير، ما اقدرش اقعدهم، انت بتاثر على تقديرك. انا ما اعرفش ادعو الى الله، انت حر بس بتاثر على تقديرك. يا اخواني الامتحان على المنهج كله، على الدين كله، صيام وقيام وصلاه وصدقه ودعوه، على الدين كله. عايز واحد بيطبق الدين كله، عايز واحد دينه قوي في رمضان وانت معان. يا باغي الخير اقبل، هتعان من الله سبحانه وتعالى، هتعان من الله. الامتحان يا جماعه، الامتحان في ثانويه عامه ممكن طالب بسبب درجه او درجتين يتغير كليته ويتغير مستقبله ويتغير كل حاجه ووظيفته وفلوسه وكل حاجه بسبب درجه درجتين. كذلك رمضان بسبب تقديرك فيه ممكن يتغير موقعك في الجنه، ممكن يتغير حاجات كتير قوي يا جماعه، يتغير حاجات كتير قوي. رمضان امتحان حقيقي، امتحان الورقه بتتشد في لحظه، وبعد كده بتلاقي نفسك النتيجه بتاعتك يا دي يا اما
خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له ولا يعوذ بالله. يا إما يا بشرى بقى أبشر، أبشر بخير رمضان مر عليك منذ ولادتك أمك. إخواني في الله، رمضان جاي، رمضان جاي، رمضان جاي يرجع صلتك بالله تاني، رمضان جاي يرجع صلة قلبك بالله تاني، رمضان جاي ينور قلبك بالإيمان تاني. يا جماعة انت عارفين سيدنا يعقوب لما جم ألقوا على وجهه قميص يوسف فارتد بصيرة، أهو قميص رمضان جاي يلقى على قلبك ترتد بصيرة. رمضان يا جماعة ده موسم وصل للسماء بالأرض، الأرض بتشرف في تشريف عظيم. ده ليلة القدر لوحدها، ليلة القدر الوحيدة بينزل فيها ملائكة من السماء أكثر من عدد حصى الأرض، أكثر من عدد تراب الأرض، يعني كل دول نازلين يعبدوا في الأرض. يعني احنا منتظرين ضيوف كرام عظماء، عظماء يا شرف الأرض في رمضان. لا ده اللي أخطر من كده، إن الله يمهل في رمضان حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول. قال له هو تنزل الملك بره رمضان في الأحاديث، يعني على 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 أقوى أقوال العلماء بيبقى بعد مرور ثلثين الليل، يعني في الثلث الأخير في رمضان بعد مرور الثلث الأول، يعني الثلثين الأخيرين. ده حديث صححه شيخ الألباني رحمه الله، إن الله يمهل في رمضان حتى إذا مضى ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا، فقال هل من سائل يعطى، هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه. يعني إيه إخواني؟ يعني وانت راجع من التراويح كده ممكن يبدأ سؤتك تنزل الملك سبحانه وتعالى. ليه رمضان ده ممكن يغير مستقبلك؟ ليه رمضان ده ممكن يغير حياتك؟ إخواني في الله، رمضان ده، رمضان ده جاي يوصل الأمة بالله تاني، قميص رمضان جاي يلقى على الأمة فترتد بصيرة مرة أخرى. رمضان جاي، رمضان جاي عشان ينقذ الأمة من عقب ذنوبها ومن مكر أعدائها. جاء رمضان وغزة محاصرة، جاء رمضان والأقصى محتل، جاء رمضان والعراق ممزقة، جاء رمضان وفتن الشيعة في كل دولة من دول العالم الإسلامي، جاء رمضان وأكبر أساتذة الدراسات الإسلامية في أمريكا اليهود، في جامعة أمريكا زي جامعة كاليفورنيا اليهود. جاء رمضان والأمة كما ترون من المعاصي، جاء رمضان وعصارة دم قلب الأمة وخيرت شبابها على المصايف الوقتي في الاختلاط والمعازف. جاء رمضان وحال الأمة كما ترون. يا ترى إخواني، يا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بعد فجر يوم الاثنين، قبل ما يموت بساعات عليه الصلاة والسلام، لما كشف الستارة وبص للصحابة وهم بيصلوا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو الرسول عليه الصلاة والسلام دلوقتي كشف الستار علينا واحنا بنصلي التراويح هيتبسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم، هيتبسم رسول الله. يا جماعة معركة بقت سجال، كل يوم واحد بيسلم، واحد بيتنصر، واحد بيؤمن، واحد بيلحد، واحد بيتوب، واحد بينتكس. ايه المعركة؟ السجال بين الحق والباطل. ايام الصحابة ما كانتش كده، ايام الصحابة كانت اكتساح، اكتساح، الحق مكتسح، اكتسحوا كل الفلاسفة والنصارى واليهود والمذاهب والافكار كله اكتسح، لان كان دينهم قوي. رمضان المصنع اللي بيصنع الرجالة اللي هتقوم تدافع عن الدين تاني. يعني انت يا ترى رمضان هيصنعك ولا لا؟ رمضان هيصنعك ولا لا؟ رمضان هيصنع، رمضان بيصنع يا جماعة، بيصنع، بيصنع أبطال الفتح في الأمة. يا ترى رمضان هيصنعك، يا ترى رمضان هيصنعك ولا لا؟ يا إخواني القنوات اللي بتعرض التمثيليات ده هي طول النهار، قنوات دي بتخسر ملايين، دي مفاجأة. في قنوات بتخسر ملايين شهرية. قال لا، المسلسلات ده يكون بيخسروا ملايين شهرية، أمال شغالين ليه؟ ومن الناس من يشتري، بيدفع، بيخسر لهو الحديث تمثيليات واغاني ومعازف ليضل عن سبيل الله، عشان ما حدش يعرف طريق ربنا، عشان ما حدش يبقى عنده وقت يتفرج على قناه دينيه، عشان ما حدش يروح يتوب ويقعد في الجامع ويعتكف. سبحان الله العظيم. احنا الان اخواني رمضان ده شريان الاورطه بتاع الامه، شريان الاورطه، القلب طالع منه الاورطه بس، الاورطه كل شرايين الجسم خارجه منه ومتفرعه منه. يعني الاورطه ده الشريان اللي بعد كده كل الامداد الدموي للجسم خارج منه. رمضان كده، ده الشريان اللي كل الخير اللي في الامه بعد كده بيخرج منه. عايزين يذبحوا الامه في شريان الحياه بتاعها، ويقبى الله. 1400 رمضان مروا على امه محمد انقذوها واقاموها، 1400 رمضان منذ موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1430 رمضان منذ موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ندري من غيرهم كان زمان الأمة فين. رمضان جاي، رمضان جاي ثقل الموازين حسناتك كالجبال،
جبال الحسنات في ايام معدودات. المضاعفة في رمضان مستوى رهيب يا عم الشيخ. في حديث بيقول ان النافلة في رمضان كفريضة ضعيف. ياه يا خسارة، ده الواحد كان نفسه يعرف ان النافلة فريضة ويقطع نفسه بقى في نوافل الصلاة ونوافل الذكر وجد. يا حبيبي ده النافلة بتضعف اكتر من الفريضة. الم تسمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان كحجة معي. حج الرسول ما حجش غير حجة الفريضة اصلا عليه الصلاة والسلام. كحجة معي يعني عمرة لا فيها منى ولا عرفات ولا مناسك ولا جمرات ولا ذبح ولا عمرة، مفيش ولا عرف، مفيش فيها الكلام ده كله ولا مزدلفة، عدلت حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الموضوع ده مئات الاضعاف بقى يعني والاف الاضعاف. يعني الموضوع يا اخواني النافلة اكتر من الفريضة كمان. طب الفريضة بتضاعف قد ايه؟ كفاية ان عبادة واحدة في رمضان وهي الصيام ثوابها اعلى من الشهادة في سبيل الله لو تساوى العمل. طبعا لو تساوى العمل يعني ايه؟ يعني الشهيد يجي يوم القيامة ها ريح الجرح بتاعته ايه؟ ريح المسك، الريح وريح المسك. طب الصايم لا لخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. يعني رمضان يا جماعه نسبه المضاعفه فيه رهيبه، وكمان الزمن اللي احنا فيه المضاعفه اضعاف عن اي زمن، 50 ضعف المضاعفه ايام الصحابه. للعامل في ان اجر 50 منكم، 50 ضعف المضاعفه عن ايام صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه ربنا في سوره التحريم ذكر امرأة فرعون قبل مريم ابنة عمران، وضرب الله مثلا للذين امنوا ها امرأة فرعون الايه اللي بعدها ومريم ابنة عمران. طب ليه امرأة فرعون الاول؟ لان دي في بيئة فاسدة وصالحت، انما مريم في بيئة صالحة فقدمت امرأة عمران لانها جهدت هذه البيئة. يبقى اللي بيجاهد بيئة الفساد الوقتي وبيئة الضلال الوقتي وبيئة الشهوات الوقتي ويجتهد في رمضان، تخيلوا ان رمضان بقى موسم غفلة. رمضان بقى موسم كورة ومسلسلات وانت مش عارف اري اعلان جايزة الاولى مش عارف في الدورة الفلانية 30,000 جنيه، جايزة التانية 20,000 جنيه. ايه يا اخواني ايه يا اخواني رمضان يا اخواني رمضان يا الهي، لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا بين قبورنا ماذا كان قال امام ما يحدث الان من سفه هؤلاء السفهاء الذين لا يدرون لله حرمة ولا لمواسم وايام نفحات لا قدر. لما رمضان يبقى موسم كورة قبل الفطار وبعد الفطار وتمثيليات 24 ساعة، ازاي يا اخواني باي وجه نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض؟ رمضان جاي يثقل ميزانك بجبال حسنات. يعني اللي اتسبق في الالتزام يلحق يعوض في رمضان كل اللي سبقوه في الالتزام. يعني يا جماعة السلف لما كان بيروح منهم ليلة قيام في الايام العادية كانوا بيعاقبوا نفسهم بسنة كاملة قضاء للقيام، سنة كاملة قيام. امال ليلة من رمضان لو راحت، ليلة من رمضان يا اللي قاعدين قدام المصايف، ليلة من رمضان يا اللي رايحين الدورات الرمضانية، ليلة من رمضان يا اللي قاعدين قدام التمثيليات، ليلة من رمضان يا اللي فاكرين رمضان بيحب السهر، رمضان بيحب الصلاة، رمضان بيحب الصلاة لله سبحانه وتعالى. ليلة من رمضان تساوي ايه؟ يا ابن احمد ربنا، ده انت لو كنت مت شهيد السنة اللي فاتت، ما كانش مقامك هيبقى عند ربنا زي انك ادركت رمضان السنة دي واجتهدت فيه، صح ولا لا؟ صح ولا حديث طلحة اللي مات شهيد ها؟ مات شهيد، واللي مات بعده بسنة وأدرك رمضان دخل الجنة قبله. يعني أنت لو كنت مت شهيد من سنة ما كنتش لحقت المقام اللي ربنا مني بيه عليك الوقت بإدراكك رمضان واجتهادك فيه. إخواني في الله قضية رمضان قضية في غاية الخطورة. رمضان جاي يثقل موازينك بجبال الحسنات تاني. رمضان جاي يا جماعة، رمضان جاي ينقذنا، رمضان جاي يصنعنا. رمضان يا إخواني أنت عارف لو فرطت في رمضان هيضاع منك إيه؟ انت عارف لو خسرت رمضان هتخسر ايه؟ اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن خسائر المفرطين في رمضان وبيقول عليه الصلاة والسلام، كان نفسي اعمل درس اسمه يوميات مفطر في رمضان. الله المستعان، مش عن اللي بيفطروا عمد، لا، عن اللي بيفطروا بسبب المرض في المستشفيات. لما بيسمعوا احاديث رمضان وفضل رمضان وهم عارفين انهم مش هيقدروا يطبقوا حاجه من الكلام ده بيتحسروا قد ايه. نسال الله ان يعطيهم اجرهم كاملا كانهم سليمين معافين بفضل ومنه وكرمه. انا عايزك تعرف انت في نعمه شكلها ايه. انت عارف لو خسرت رمضان وفرطت فيها تخسر ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادرك رمضان ولم يغفر له ماله يا رسول الله؟ واحد فدخل النار
فأبعده الله وأسحقه. اثنين، خاب وخسر. ثلاثة، رغم أنف امرئ. ايه ده؟ كل دي دلوقات أحاديث. من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله وأسحقه. البعيد يترمي في الواد السحيق في جهنم، في أعماق جهنم السحيقة. السحيق ده اللي هو لما الواحد لما الحاجة تبقى مسحوق زي بودرة، والعياذ بالله. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني إيه خاب؟ يعني يا خابت أمله، يعني يا خابت الرجا فيه، يعني يا خابت التقيلة، يعني يا خابت أمله لما يجري يحاول يشرب من إيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يطرد، يا خيبه امله لما يجري يحاول يقف في ظل عرش الله يطرد، يا خيبه امله لما يحاول يستتر باي حاجه من حر القيامه يطرد. وخاسر، يا خسارته الفادحه، يا خسائره الفادحه بانه ضيع رمضان. اوعى تضيع رمضان، اوعى تضيع رمضان، اوعى تستهتر برمضان. رمضان رمضان يا اخواني ده شهر، ده شهر العمر كله، ده شهر العمر كله. الروايه الثالثه، راغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. يعني ايه راغم؟ الرغام اللي هو التراب. راغم يعني مناخيره تتحط في التراب يوم القيامه من الذل على اي حد يشيل عنه سيئه، ما حدش يرضى يشيل عنه سيئه. المراغم اللي هو المهرب والملاذ، مش هيلاقي مهرب وملاذ يوم القيامه، هو اللي قفلها على نفسه. الارغام على الشيء اللي هو الاجبار والقهر عليه، يجبر ويقهر والعياذ بالله على العذاب، لانه لم يستثمر رمضان. انت عارف لو خسرت رمضان هتخسر ايه؟ انت عارفه لو صبرت في رمضان هتفوزي بايه؟ انت عارفه لو صبرت في رمضان؟ يا جماعه رمضان 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 يناديك يا اخواني، كل يوم مستنيك دعوتين، دعوه وانت صايم، ودعوه عند الفطار، ودعوه بالليل، وسبع ابواب، السماوات ابوابها مفتوحه لدعائك، وثمان ابواب الجنه مفتوحه للقبول في اي باب من ابواب اللي هيعمل لهذا الباب، وابواب رحمه ربنا مفتوحه. يا جماعه رمضان، يا جماعه كل يوم فرصتين للعتق بالنهار وبالليل. رمضان يا جماعه كل يوم فرحتين، فرحه عند الفطار وفرحه مؤجله بقى ليوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى. رمضان يا اخواني رمضان كل ليله فرصه للعتق من النار. رمضان كل ده هتضيعه ليه؟ هتضيعه من ايدك ليه؟ هتضيعه ليه؟ انت عارف لو فزت برمضان هتترقى قد ايه؟ لما عايزين بعد 30 يوم ان شاء الله باذن الله نعيش احساس فاتمهن، فاتمهن يعني اتمينا المهمه. 30 يوم الحمد لله، 30 ليله الحمد لله، ختمات الحمد لله، اتمهن. لما سيدنا ابراهيم اتمهن ربنا قال ايه بعدها؟ قال اني جاعلك للناس اماما. يعني ايه؟ اترقى، استعمل، رقي، فاز. ربنا يقول لك بعد رمضان اني جاعلك للناس داعيه، ربنا يقول لك بعد رمضان اني جاعلك للناس هاديه، ربنا يقول لك بعد رمضان اني جاعلك صواما قواما جوائز الرحمن سبحانه وتعالى. يعني اخواني في الله ادخل رمضان، ادخل رمضان، ادخل رمضان مهاجر زي الصحابه لما هاجروا الدنيا كلها وانطلقوا الى الله. ادخل رمضان مجاهد، رمضان معركه حياه او موت، رمضان معركة نكون أو لا نكون، نبنى أو لا نبنى، نصل إلى الله أو لا نصل، نستخدم لنصر الدين الله أو لا نستخدم. لو ما دفعتش مهر الجنة في رمضان هتدفعه إمتى؟ لو ما وصلتش لربنا في رمضان هتوصلي إمتى؟ لو ما تبتش في رمضان هتتوب إمتى؟ لو ما وصلتش الفردوس الأعلى في رمضان هتوصل إمتى؟ لو ما استعملتش في رمضان هتستعمل إمتى؟ رمضان ده أعظم غنيمة في حياتك هتنقلك نقلة تانية، رمضان أعظم صفقة في حياتك هترفعك رفعة تانية، رمضان أخطر معركة في حياتك لو انتصرت فيها هتتنقل درجات تانية. عايزين نشحذ العزم على رمضان، ادخل رمضان مجاهد، ادخل رمضان مفتقر لفتح الله. ما تقولش انا قادر على ذلك ان شئت، لا، قول يا رب افتح علي، قول اللهم اجعله خير رمضان مر علي في حياتي. اخواني في الله التوصيات سريعا قبل ان يعني ينفذ الوقت مننا، التوصيات سريعا. احنا معانا اخواني يعني جدولين انا كلمتكم عنهم الليله، ولكن احنا عملنا يعني تصميمات جديده ليهم. الورقه الاولانيه اللي هي يوم في حياه صائم دهيت، اللي هي جدول مرتب لك اليوم طول كل يوم هتعمل ايه، وحتى في الظهر بتاعه عملنا جدول محاسبه النفس في رمضان. اعمال الجدول اللي في الوش ده تحاسب نفسك عليها يوم بيوم في ال 30 يوم. يعني ده جدول، ده برنامج، وده الورقه ديت بقى اللي هي مشاريع رمضان يوم في حياه صائم برضه، بس دي مشاريع بقى، مشاريع يعني مش جدول مرتب، لا دي مشاريع. انت بقى شوف كل واحده تتحط في انهي وقت، ايه الفرق بين دي وبين دي. ورقه الجدول ديت في ناس عامله زي القطر، عايش شريطين ويمشي، عرفنا اعمل ايه ونعمل.
وفي ناس عامله زي الطياره، عرفني السكه منين وانا طير بقى، مالكش دعوه اطير ازاي. فدول يناسبهم ورقه المشاريع. الورقتين يا جماعه يعني مشجعين، ورقه الجدول تحسسك ان كل دقيقه لها قيمه، ورقه المشاريع تحسسك بروحانيات رمضان وايمانيات رمضان ونفحات رمضان وعطاءات رمضان. الورقتين يا اخواني يعني فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني اظن فضل ان يعني ربنا سبحانه وتعالى رزق توزيع منهم كميات ضخمه بفضل الله. هم موجودين على الموقع للي عايز يسحبهم، وموجود ترجمه بلغات كثيره اجنبيه للي عايز يسحبها برضه ويوزعها في الدول الاجنبيه باذن الله سبحانه وتعالى، يعني ويكون له اجر نشر الخير طبعا في هذه البلاد القاحله. الجدولين دول يا جماعه يعني عايزين بس لمحات بسرعه عنهم، لمحات. يعني اول حاجه قيام الليل، ورد قيام الليل ليل رمضان ده ممكن يغير مستقبلك. اول ليله في رمضان فتحت ابواب الجنه، اخر ليله اذا كان اخر ليله يغفر الله لامتي. طيب وكل ليله يتنزل الله اذا ذهب ثلث الليل الاول. يعني يا جماعه ليل رمضان ده ليل ممكن يغير مستقبلك. طيب وبعد القيام جلسه الضحى بقى، جلسه الضحى ديت يا اخواني الحجه اللي فاتت ديت قلت انا اطبق بقى ايه السنه في مواطن المشي وامشي في بعض المواطن يعني وامشي. انا يا جماعه الواحد ذاق الموت يوميها، يعني سبحان الله لما يجي ساعه ذكر بعد الفجر يتقال لك بحجه وعمره كمان وتضيعها. تضيعها ازاي؟ الواحد ساعات بيشوف الحج، مره كان الحج جليد تلج، الواحد حاسس ان عقله هيطيش من الجليد. يبقى لما يجي ساعه وانت قاعد في مسجد جنب مكه وتذكر الله بحجه وعمره تضيعها ازاي؟ جلسه الضحى يا جماعه، بعد جلسه الضحى احنا عاملين في الجدول انك انت يعني من بعد الضحى بقى لغايه العصر على راحتك، واحنا في اجازه تفسير الجزء اللي هيترمي الليل في التراويح. يعني هتعمل ايه في تفسير الجزء ده؟ يا اخواني المفروض كل برامج رمضان تفسير للقران، ولكن لسه الامه ما ارتقتش انها تتلقى هذا الامر، لسه الناس محتاجه تتوعظ. هو ده السبب ان الدعاء بيوعظوا، انما رمضان شهر مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد كده بعد العصر تقرا الجزء اللي هيتقري في التراويح بتدبر. ليه؟ يا حبيبي ما هو انت لما تقرا مرة بعد العصر وتقرا نفس الجزء تاني بعد الفطار، الساعة اللي بين المغرب والعشاء دي ما تضيعش، تجري على الجامع تقراه وتكون قاريه مرة وانت بتذاكر تفسيره او بتسمع تفسيره، وتسمعه تاني في التراويح. انت ماشي كده في 5 ختمات او 6 ختمات مع بعض، انت ماشي في ختمات مع بعض او تقرا بيه تاني في التهجد، انت كده فعلا بتزيد، فعلا بتستفيد، فعلا بتتبني، فعلا رمضان بيغير في الامه. فعلا لما دروس رمضان تبقى دروس تفسير اعرفوا ان الخلاف رجع وان التمكين جاي، لان الامه رجعت لكتاب الله تاني. بعد كده قبل الفطار بربع ساعه في المسجد الدعاء والتوجه والتوسل الى الله سبحانه وتعالى. يا جماعه اهل النار لما بيقولوا ليقضي علينا ربك بيقولوا كده امتى؟ لما يتحرموا من كلمة يا رب، ما يقدروش يعيشوا من غير كلمة يا رب. خلاص يقضي علينا ربك، هنعيش ازاي من غير كلمة يا رب؟ من غير امل. ربنا بقى سبحانه وتعالى بيقول لك في رمضان وفي غير رمضان، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. ربنا بيؤكد لك انا اقرب واحد ليك، اجيب دعاء، لان دعوة هتجاب، دعوة الداعي. ربنا سماه داعي من كتر ما دعا، اذا دعان فليستجيبوا لي زي ما استجبت لدعائك، استجيب لندائي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مش يا جماعه ربنا بيعاملك عشان يفيدك مش عشان يستفيد منك سبحانه وتعالى. وده فرق العبوديه لله عن العبوديه للمخلوق. العبوديه للمخلوق انه يستخدمك في مصلحته، العبوديه لله انه يستخدمك في مصلحتك انت، لعلهم يرشدون. بعد كده بعد الافطار بقى، الافطار خفيف يا جماعه، يعني وجبه طفل يا جماعه. يا اخواني لما الاكل بيتقل حوالي اكتر من 50% من دم الجسم بيروح المعده، هتركز في ايه بقى يا جماعه؟ الفطار يبقى خفيف يا اخواني عشان نقدر ان احنا ان شاء الله نعبد ربنا في الليل. بعد الفطار ما تنساش الساعه اللي بين المغرب والعشاء دي، ممكن تجيب فيها جزء قران. طيب وبعد كده التراويح يا جماعه، كره جمهور العلماء أن يصلي إمام مسجد في رمضان بأقل من ختمة قرآن على مدى الشهر. يعني المسجد اللي بيصلي بأقل من جزء ده مشكلة، ممكن لو يتناسب مع ظروف الناس خلاص في المكان ده، ولكن أنت روح في مسجد بيصلي بجزء. طب أنا إمام وبضطر أصلي في مسجد ما يصليش بجزء، ابقى كمل أنت. ده معنى قول الجمهور ده مكروه أصلا، إن رمضان لا يعرض عرضة كاملة، القرآن لا يعرض عرضة كاملة في رمضان. بعد التراويح قلة الكلام بقى، ما حدش يتكلم مع حد، قلة الكلام ليه؟ يا إخواني رمضان مش رمضان، لأ
ده قلة الكلام دي بتديك عمر في عمرك. قلة الكلام عمر في عمرك. يعني ايه؟ يعني انت رمضان ده لما تقلل الكلام فيه انت بتوفر رمضان فوق رمضانك. قلة الكلام في رمضان، قلة الكلام تجري تاني عشان تنام، عشان تصحى تتهجد. يعني ايه تهجد؟ تصلي لوحدك بقى، تصلي لوحدك. طب ليه؟ عشان مش يبقى كل صلاه صلاه جماعيه، تتعود على الصلاه لوحدك. نتعود يا جماعه على الصلاه الفرديه عشان نتعود على قيام الليل بعد رمضان. بعد كده السحور باذن الله سبحانه وتعالى. السحور يا جماعه ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله، اذا كان ده ثواب السحور، امال ثواب الصيام ايه؟ الاكل بقى عباده. رمضان حول كل حياتك لعباده، اللي هي النموذج العالي ان كل حاجه بقت عباده. بتاكل عشان تعبد، بتاكل عشان تصلي تراويح، بتاكل عشان تصوم، بتتقوى بالدنيا على الدين. نموذج الملائكيه في رمضان يا اخواني، نموذج ان خلاص احنا كل حياتنا لله. بعد كده في السحر الاعلى ما تنساش الخط الساخن 2-2-2. ايه الخط الساخن ده؟ ركعتين فيهم دمعتين الساعه 2، تطلب من ربنا فيهم اللي انت عايزه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يديك ايه. شوف ربنا دعاء السحر الاعلى ده فيه اسرار يا اخواني. وبعد كده تنزل بقى تصلي الفجر. ما ننساش الاعتكاف يا جماعه، ما ننساش الاعتكاف اللي هو الفرصه الاخيره بقى، اللي هو الحصاد الاخير، اللي هو قمه الانطلاق في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. ده الجدول اليومي، ده شبه جدول يومي، ده فكره المشاريع باختصار. ولكن في مشاريع تانية خطيره، صناع المعروف، الصدقات، انك تجيب تمر وفي الشارع وانت رايح صلاه المغرب توزع، انك تجيب وجبات وتنزل في المواقف وقدام المستشفيات، بالذات مستشفيات الطوارئ اللي ناس اتزنقوا فيها، انك انت تعمل افطار. يعني معانا يعني جمعيه من الجمعيات ما شاء الله المنضبطه الجميله اللي فيها بفضل ومنة الله فكر وترتيب ونظام ونسق بفضل الله الواحد. يعني بصراحه بفضل ومنة الله يعني فرحان ان يعني يبقى المشاريع الخيريه بتاعتنا مرتبه وفيها منهجه، اللي هي جمعيه خير زاد عامله مشروع في تفطير الصائمين. يعني اثرت باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نعلن عنه المره دي، لان انا دايما قبل اي رمضان قلبي بيذوب والله يا اخواني ان انا اعلن عن مشروع لتفطير الصائمين. اي والله، لان بحس ان كل واحد هيتبرع مثلا هيتبرع ب 100 جنيه يبقى في ميزانه 10 صائمين وفي ميزاني 10 صائمين. يعني في ميزاني 10 ايام رمضان تفطير صايم رمضان، مش صايم اي يوم كمان. الواحد بيحس ان مشروع تفطير الصائمين بالذات يعني سبحان الله، المشاريع الخيريه دي، المشاريع الجميله دي، المشاريع اللي الواحد بيحس فيها ان بفضل ومنة الله ثواب جميل، ثواب عالي. بس يعني قلوبنا تستجيب لهذا الامر. هكلمكم على المشروع ده دلوقتي، ولكن يعني نرجع بس لموضوع صناع المعروف، انك انت تجيب شنط وتودي للاسر. ايه المشكله؟ قوم يا عم، لا هات لك 2000 3000 جنيه وانزل اعمل. كل السوبر ماركتات دلوقتي تقول لك شنطه رمضان بنعملها، يعني بسيطه، هات لك 50 شنطه رمضان يا عم وانزل على اسر فقيره. يا عم انزل على قربك الفقراء، انزل على فقراء قريتك، انزل على فقراء يعرفهم اي حد. هتلاقي كتير في هذه الايام. المشروع اللي ما ننساهوش الوقت برضو قبل ما نختم الحلقة، اللي هو الدعوة الى الله. ده سؤال تقدير في رمضان. الناس في رمضان عايزة حد يكلمها عن ربنا، حد يذكرها. ربنا يعيننا يا رب في رمضان ان احنا نذكر به ليلا ونهارا. ربنا يعيننا ان احنا في رمضان نبقى هداة مهتدين، ان في رمضان نبقى نور للخلق، نور للخلق. كل واحد هيتوب الى الله في رمضان بسبب كتيبات جبتها ووزعتيها، شرايط جبتها ووزعتها على يعني اي حد، سواقين، مواقف، اخوه، اصدقاء، اقارب، ارحام، اي حد هيتوب في رمضان في ميزانك. اي حد كلمته خدته معاك في ايدك تراويح والتهجد، يبقى ان شاء الله في ميزانك. كل واحد هيعرف مقامه بعد 72 ساعه. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ربنا اقامك فين في رمضان؟ هتعرف مقامك عند الله. حدش يقول الكلام كتير، مشاريع كتير يا جماعة. رمضان فيه نفحات وتيسيرات. يا باغي الخير اقبل، بس انت انوي وشوف المعونة اللي انت عمرك ما شفتها في حياتك. لو رمضان الاربع، لان استطلاع الرؤية الثلاث بالليل، لو الاربع او الخميس، لو الاربع يبقى مغرب الثلاث اول صلاة في رمضان، اول صلاة، صلاة الشوق بقى، صلاة أشواق 11 شهر. لو رمضان الخميس يبقى مغرب الأربع أول صلاة في رمضان. نستقبل رمضان بأشواق وأفراح بإذن الله سبحانه وتعالى، ونجدد التوبة مع الله قبل رمضان. بالنسبة للورقتين، ورقة الجدول وورقة المشاريع للي عايز يعني منهم كميات بحيث أنه ينشرها في كل مكان ويعاهد اللي ياخدها أنه يطبق اللي فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. للي عايز واحده منهم او عايز الاثنين باذن الله. الرقم اللي قلت لكم المره اللي فاتت يا جماعه، مش معنى ان رمضان بعد 3 ايام ان خلاص، لا، ده جوه رمضان نجيب ونوزع. ايه المشكله؟ ده 30 يوم
30 يوم ايه المشكلة لغاية رمضان وجوه رمضان ونوزع يا جماعة ونجيب الرقم بتاع هاتين الورقتين 010-915-83 يعني 010-915-83 طبعا كل واحد معاه محمول ويكتب بسرعة او ورقة وقلم ويكتب بسرعة بإذن الله. تاني الرقم بتاع الورقتين لآخر مرة 010-915-83 يعني الرقم مشغول ولا اي حاجة طبعا حاجة يعني ايه يعني تتصل بعد شوية ان شاء الله. المشروع بقى الجميل بقى مشروع تفطير الصائمين اللي بنختم به يعني الدروس اللي احنا بقالنا حوالي 3 شهور مع بعض فيها في يعني هذه القناة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا وأن يرقينا في الأعمال الصالحة وأن ينفي عنا ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. المشروع الجميل بقى اللي بنختم به يعني دروس ال3 شهور ده هي بإذن الله اللي هو يعني مشروع جمعية خير زاد الخيرية بإذن الله. وأتمنى أن أي حد يعني في أي مكان يعمله المشروع يعني الفكرة بتاعت يعني جزء من مشروع الإطعام ان هم يعني اي جمعية خيرية في اي مكان ممكن تعمل الموضوع ده الجميل ده يجيبوا اطباق بلاستيك ويحطوها لعصر في المسجد يقوم كل واحد يعرف مراته انها تطبخ زيادة وجبة او 2 او 3 ويقوم واخد طبقين او 3 بدهم لمراته حتى فيهم الوجبات هم يقوموا رايحين واخدين الوجبات وموزعينها على فقراء هذه البلد على فقراء هذه البلد او القرى المجاورة. يعني ده مشروع جميل وان كان يعني ايه بالنسبة لخير زاد هيبقى خاص بالمدينة بتاعتهم ولكن المشروع الجميل اللي هنشاركهم فيه مشروع تفطير الصائمين في رمضان مشروع ان هم بيعملوا مطبخ ويجيبوا الاكل ويعملوا وجبات ويوزعوا على الصائمين مشروع جميل قوي يا جماعة مشروع جميل. الرقم بتاع جمعية خير زاد الرقم الخيري بقى للي عايز يتبرع ان شاء الله باذن الله يعرف رقم حسابهم وكده يعني ان شاء الله 011-61-22-3 011-61-22-3 تالت 011-61-22-3. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نستعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى الأعظم موسم جاهد في حياتنا ربنا يجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم أمين. اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم يا ربنا أقمنا فيه على مرادك منا اللهم افتح لنا فيه في طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم يا ربنا بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم يا ربنا املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم يا رب اعمر اوقاتنا في رمضان بطاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ردنا فيه بالقليل من النوم وبالقليل من المطعم والمشرب اللهم اقمنا فيه على مرادك منا اللهم اجعلنا فيه من الفائزين واجعلنا به من المفلحين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اجعله فتحا على أمة حبيبك اللهم اجعله فتحا على رجالها ونسائها وشبابها وفتياتها وأطفالها اللهم اجعله فتحا على عبادها وعلمائها ودعاتها ومجاهديها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين اللهم أد الدين عن المدينين اللهم يا رب فرج كرب أمة محمد اللهم يا رب اهدها بهداك اللهم اهدها بهداك اللهم اهدها بهداك اللهم اجعل رمضان هذا فتحا في هداية الأمة برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا مولانا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير.